مرحبا يا حيدر ومرحبا بكل مستمعي مزيك. دونك جديد في موضوع الزكال؟ هو مش جديد، قديم حيدر، اكثر من شهر توا فيفا من راسلت النادي الافريقي ومن حتى جديد شهر. جديد يا استاذ، يعني خاطر كان مش جديد زي العاديه باش تفهم العبيد علاش جديد. جديد يعني سامحني نكملك السؤال يا استاذ. جديد يعني انقضاء المده اللي المفروض النادي الافريقي يخلص فيها، هذا موضوع بالضبط. جديد فضل. هذا هو جديد، هو هذا جديد، وهذا معطى راهو جديد الحقيقه ما كنتش نتوقعه. تعرف عنده من شهر، اكثر من شهر فيفا راسلت النادي الافريقي وقالت له معناها عندك في ديك شهر 30 يوم باش تخلص 30 ألف دولار للاعب إيزيكيل، وإلا فيقع خصم ثلاث نقاط، وإذا كان وقع خصم ثلاث نقاط فيما بعد منها تمنح مدة أخرى وأجل جديد ب 30 يوم، وإذا كان ما يتمش الخلاص يقع الإنزال للقسم الأدنى. يعني في كل حالات حتى كان تدفع أنت بعد انقضاء الأجل ويقع خصم ثلاث نقاط بعد طلب بطبيعة اللاعب عبر ريانا لخصم النقاط، اذا كانت خصم ثلاث نقاط ما يرجعوش حتى كان خلصت من بعد. هذا معطى مهم جدا. خلينا نفهموا معاك استاذ، انت تبارك الله شارب القانون والموقف الكل عندك، يعني حاليا تو في اللحظه هذه اللي انا وياك نتكلموا فيها، النادي الافريقي حتى كان يخلص ثلاث نقاط ولات يعني موضوع منتهي. لا ما رسلتش انا الفيفا، ما رسلتش حيدر. هو انت ما رسلتش. انتهت يوم الاثنين الحقيقه في اخر الوقت، وفما تدخل من عديد لخيان وحبابي واصحابي، وكذلك الحقيقه انا نستحي اني معناها بالامانه نستحي، معناها كي ترى النادي الافريقي جمعيه كبيره وجمهور تاع النادي الافريقي الكبير، انا نستحي اني نقدم مطلب خصم ثلاث نقاط هذوما قبل ما نحاول نستنى اكثر ونصبر اكثر. وقعت اتصالات غير مباشره بالطبيعه، ونحن اجل حتى لليوم منتصف النهار قلنا نكملوا فيرمون، وسالنا لهم اكثر من هكا، قلنا نتنجم تدفعوا حتى بالدينار التونسي باش ما تقوليش حكايه ديفيز والعمله صعبه والبلاد وياه، وتواصلنا مع اللاعب ومع الاطراف المحيطه به وتفاهمنا معهم انه بالدينار التونسي. لليوم ما فما حتى اتصال، فما حتى تواصل، نسمع اغوش دروات يقول لك او حساب او عندنا مشكل في درشنوا باش نصب درشنيه، هذا الكل حقه الشهر التالي معناها قراوا له حساب. انا اليوم حيدر عبر مزيك، انا اخر اجل وهذا راهو معناها كما قلت لك احترام للنادي الافريقي وكبارات النادي الافريقي وخاصة جمهور النادي الافريقي، باش نبدا امين معاك، وهذا راهو مش شعبوية لكن بكل صدق ما قلبي يقول احتراما للهيكل هذا والكيان هذا الكبير. انا باش نستنى حتى اليوم نهار الجمعة نصف النهار. الجمعة نصف النهار يا خويا كل واحد يحترم مسؤوليته ويتحمل مسؤوليته. انا بعد نصف النهار اذا كان ما وقعش اثنين من خلاص سيقع مراسلة الفيفا اللي خصم ثلاث نقاط. يعني الموقف حاليا انه اذا كان سيادتك كمحامي للاعب تراسل الفيفا تقول راه ما خلصتش وما تمش خلاص الفلوس هذيا ثلاث نقاط يتنحاو، انت قاعد تعطي في مهله جديده للنادي الافريقي حتى نهار الجمعه. ومن عندي ذي المهله راهو ما عندي انا المهله، راهو نهار الثلاثه كنت النجم الراسل تخلص فيهم 30 ألف دولار لانه من بعد فما انزال للقسم الادنى، لكن هذا ما يليقش الحقيقه معناها بكل المعطيات بكل الاعتبارات انا ما نجمش نعملها هذه قبل ما نعطي مهله الاولى ومهله ثانيه. وهو قلت معناها معك انت يا حيدر انه المهله ذي راهي هذه كان لجمهور النادي الافريقي، لانه الامانه فما مسؤولين ماهمش كريديبل بالكل في النادي الافريقي. واضح. به في موضوع كرول المدرب الهولندي فما جديد في الموضوع هذا؟ اي نادي افريقي قام بالاستئناف في القرار الصادر وفي 550 الف يورو للقرار هذا. قام النادي الافريقي باستئناف والملف في التاس وفي اليوم ولا البارح للتاس. بالطبيعه احنا باش نجاوبوا، ماناش باش نخلصوا راهو حتى جزء او نصيب من الفريم تاع البروسيدور. دونك على النادي الافريقي انه يدفع كل المصاريف ممكن توصل 110,000 ولا 120,000 دينار بالعمله الصعبه على المصاريف لا غير. احنا مش ندفع معهم نصيب لانه نعرفوا انه كرول القرار كان في اتجاهه، فماش علاش ندفعوا المناب نتاعنا. واضح. كانت لجنة فض النزاعات في الفيفا حكمت كما كنت تحكي انت ب 550 الف يورو يدفعهم النادي الافريقي للمدرب، والنادي الافريقي استأنف الملف هذا. شكرا لك الاستاذ علي عباس على كل هذه المعطيات. نعاود دونك باختصار للناس ممكن اللي خلطت علينا توا، الاستاذ علي عباس هو محامي اللاعب إيزيكيل على النادي الافريقي ان يدفع تقريبا 30 الف دولار للملاعبي، المده انتهت لكن علي عباس يمنح النادي الافريقي مهله جديده حتى نهار الجمعه، سينو يراسل
الاتحاد الدولي لكرة القدم يقول راني ما خلصتش، وقتها يقع خصم 3 نقاط من رصيد النادي الافريقي. فيما يخص ملف المدرب رود كرول، تعرفون ليه العقوبات اللي تسلطت على النادي الافريقي اللي مطالب بدفع 550 الف اورو للفني الهولندي. الافريقي يستأنف الدوسيه هذه.